مدينة عندها تاريخ طويل وعندها خلفية ومرجعيات ثقافية متنوعة عربية وأمازيغية وأحيانا عبرية. فاش كنذكروا بني ملال كنذكروا القصبة، ولكن كنذكروا بالخصوص عين سردون والقصر ديال عين سردون اللي هو واحد المعلمة تاريخية يتعذر يعني البحث التاريخي باش نعثروا على نصوص تاريخية مدونة بخصوص هذه المعلمة، ولكن الرواية الشفهية كتساعدنا وكنعتمد عليها في الكتابة ديال التاريخ ديال هذه المعلمة. ولوقت قريب كان مجموعة ديال السكان خصوصا المسندين منهم كيحتفظوا بالذكرى ديال تأسيس ديال القصر عين سردون اللي تبنى أو يرجح أنه تمت إعادة بنائه في الفترة ديال مطلع القرن 21، يعني 1900 مطلع القرن العشرين عفوا 1905 1910، يعني هذه الفترة اللي عرفت بعد الوفاة ديال الحسن الأول عرفت المنطقة والمغرب كامل، عرف واحد مجموعة ديال الاضطرابات نتجت على وفاة السلطان اللي بمناسبة توفى هنا في بلاد تادلة في المكان المعروف بدار ولد زيدوح. السكان ديال بني ملال لجؤوا للبناء ديال هذه القصبة أو إعادة البناء ديالها، الهدف واحد هو لحماية يعني تقسيم المياه ديال العين. فالقصر كبناية هو برج ديال المراقبة، وفي نفس الوقت فهو برج دفاعي. التصميم ديالو تتشكل من واحد الصحن والوسط محاط بربعة ديال الأبراج ومصور، يعني الناس اللي كانوا كيشتغلوا أو اللي كيقوموا بالحراسة من خلال هذه البناية العسكرية هو أنهم كيراقبوا أولا تحركات ديال أي واحد في الجبل في الدير وفي النواحي والضواحي ديال المدينة العتيقة حاليا اللي هي مدينة بني ملال. في هذه الفترة علاش كانت تحدثوا دونك هذه البناية اللي هي بنتها قبيلة فهي بناية عسكرية، ولو أنها بناية مدنية من حيث أن الناس مدنيين هما اللي بنوها. علاش المراقبة؟ لأن كان الفترة اللي كانت تحدثوا عليها فترة كان واحد الفترة قصيرة ديال التسيب، كان ضروري الدفاع على المدينة والحرص على حتى المزارع المحيطة والتي تتواجد بين المدينة العتيقة وعين سردون، فكانت تحتاج الحماية والرعاية. وكذلك وبالخصوص هو التقسيم ديال الماء ديال عين سردون، فهو مقسم بين القبائل بين الفخذات ديال القبيلة بني ملال. كاينين ولاد سعيد في الجهة الشمالية ومغيلة في الجهة الشمالية الشرقية، وكاينين ولاد عياد في الجهة الغربية، إضافة إلى بعض العائلات من أيت سعيد وعلي اللي هما جهة عين الغازي، وبعض العائلات عاود في الجهة الغربية الجنوبية الغربية من أيت عطان ومالو. فهذا التقسيم ديال الماء كان يعني الناس اللي خارجين على القانون كانوا كيجيو كيخربوا هذه المصارف وهذه المجاري ديال المياه، وكتولي واحد الفوضى، يعني كيتمنع الجريان والتقسيم العادل ديال هذا الماء، وهذا كان يخلق واحد الاضطراب وكيخلق واحد الخلل في التقسيم، وكذلك في استمرار الزراعات والري والسقي وشرب وحتى المياه الصالحة للشرب. ومن خلال العمارة ديالو راه واضح انه الغرف اللي فيه فهي صغيرة جدا، يعني لا تتجاوز في أحسن الأحوال جوج الأمتار على جوج الأمتار ولا متر ونصف على متر ونصف، فهي ماشي سكن، ولكن هي هاد الأبراج الأربعة كان يقطنها المدافعون على المدينة. يعني كانت القبيلة كتعين كل فخذة في القبيلة كتعين خمسة الأشخاص بالأسلحة ديالهم باش يدوزوا تما من العصر للعصر، يعني 24 ساعة إذا درنا أربعة ديال الفخذات في القبيلة ديال بني ملال اللي هما مغيلة ولاد سعيد ولاد حمدان ولاد عياد، أربعة راه 20 واحد، يعني
20 شخص بالسلاح ديالو وبالبارود ديالو وبالاكل ديالو كيمشي يدوز 24 ساعه دفاعا على المدينه والمراقبه ديال التحركات ديال العدو، وكذلك الحرص على انها تبقى هذيك المجاري ديال المياه في المجرى الصحيح ديالها وما يتمش التخريب ديالها. دونك هذا هو الدور ديال قصر عين سردون، حتى لو انه كنقولوا قصر وعين سردون راه هاد 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 لو مو كومبوزيت، هاد الاسم المركب، فهو قصر من اجل عين سردون بالدرجه الاولى، عاد المراقبه ديال الضواحي ديال مدينه بن ملال. والناس كاينين باقي الناس عاقلين على باقي بعض المسنين اللي حكاو ليهم جدودهم كيفاش كانت كتم العمليه، وكان الاخبار ديال السكان ديال المدينه كيتم باطلاق النار او لا بالصافير او لا بالصياح. دونك القصر راه قريب دابا، ولا شويه ديال الضجيج ما تقدرش تسمع واحد كيستعمل هاد وسائل الاخبار، ولكن قبل راه ما كانش صداع، كانوا الناس تيتواصلوا بين القصر والمدينه العتيقه. دونك دابا قصر عين سردون هو معلمه، واحد الاشاره مهمه هو انها ما كاينش غير قصر عين سردون، لان الدير التاديلي على طول الدير اللي هو لو بيمون دو لا مونتان كاينه واحد المجموعه ديال القصور. انا في خلال بعض الابحاث الميدانيه لقينا كاينين في شتالا، كاين في تاكزير، كاين في مودي، كاين في تيموليد. دونك هذه واحد المجموعه ديال الحصون او الابراج المراقبه كانت تشيد في الاماكن المرتفعه بقدم الجبل للمراقبه والحراسه. دونك هذا القصر راه عندنا نموذج واحد من واحد التاريخ مهم فيما يخص تدبير وبناء الحصون، حصون المراقبه العسكريه او المراقبه العسكريه المدنيه الخاصه بالقبائل. وهذا القصر حاليا دخل في واحد البرنامج اللي هو اعاده الاعتبار وتثمين الموقع السياحي ديال عين سردون، فكانت عندنا الفكره انه يتحول لواحد المكان لعرض الفنون التشكيليه. فبعد ما يعني الكثير منا يحفظ في ذاكرته هذاك الوضعيه الحرجه اللي كانت فيها البنايه، كانت مشاعا للعموم وللمتسكعين، اليوم اصبحت بعد الترميم ديالها وتحويلها الى واحد المعرض للفنون التشكيليه فاصبحت مكانا ملائما. واكثر من هذا، حتى المجال المحيط بها تم التهيئه ديالو باش يعني احنا في بني ملال عندنا بعض الفترات ساخنه من العام طويله، الفترات الساخنه كتبدا تقريبا من مارس ابريل، فممكن تكون فيها واحد انشطه ثقافيه، صبيحه للاطفال، ورشات للرسم، ربما وامسيات غنائيه، باش يتحول من واحد المكان سياحي في نفس الوقت مكان فيه واحد النشاط الثقافي اللي كيرقى بتاريخ البلاد وبالوجه ديال البلاد، لان قصر عين سردون اكثر من هذا، فاي سائح جا لبني ملال راه من خلال المنصه والمرتفع والمحاد ديال القصر ممكن يراقب بلاد تادله على مرأى العين، يعني حتى على حد الشوف ممكن يشوف حتى الجهه في قنصار حتى الجهه تادله. دونك فهو واحد انستخاد ولا واحد شرفه كتطل على المدينه وعلى العمران ديالها وعلى الخضره ديالها وعلى حتى احيانا حتى غروب الشمس، لان انا لاحظت في الصحراء بانهم ناس كيحتفلوا بغروب الشمس كيمشيو يشوفوه، حتى في بني ملال ممكن الا صادفك غروب الشمس في قصر عين سردون فكتمتع بواحد المنظر جميل جدا.